فهمتي في مي كومبيتونس وكلشي زعما صافي وصلت ليميت ديالي. راه واحد صاحبتي زعما شافت غير لي فيديو على 42 ديال باري وداكشي صافي هي تقول زعما هاد ليكول زعما بارفيت الامامه. جيت للبيسين زعما كانوا كانت واحد ليكسبيريونس واعره بزاف. زعما ديك الساعه تقبلت ولا ما تقبلتش ما كانش يبقى فيا الحال حيت فريمون زعما واخا كنت باغا نتقبل حيت عجبتني ليكول. وبخي جديت البيسين it was the most stressful and challenging 4 weeks in my life. It was hard. يعني داك ستريس يقدر تنجح يقدر ما تنجح. Was always thinking about plan B. إلا ما نجحت شنو غادي ندير؟ وكان ديما كنت كنقول واش نعاود بلا ما نعاودش. فقلت غنعاود. I have learned in the pool time management and stress management. How to control stress and how to work under the pressure. Because it's all about the pressure and the stress. And actually I didn't expect نجح. ما كنتش متوقعتش. But I did it ونجحت. جيت دوزت لا بيسين كنقول محال باش غندير شي حاجه بقيت مقاتله ورغم ذلك كنقول غنمشي جوسكو بو. من مورا البيسين لقيت راسي باللي افكتيفمون جو سوي فيت بور لانفو ونقدر نعطي فيها اكثر حيت لقيت الجو اللي كنت كنحلم به قبل اللي ما لقيتش في لافاك. بيسين سي اوتر شوز. اي واحد سولتي دوز بيسين وسولتي كو سوا نجح كو سوا ما نجحش غيقول لك هو احسن شهر دوزو في حياته. كتعلم بزاف د الحوايج يعني ماشي غير كوتي ديال البروغراماسيون مي فريمون في لافي. اصلا فاش كدوز داك البيسين كدير اللي في جهدك باش انك ترجع. خصك تشد بلاصه في التيكين. يعني ديك الساعه ما قدتنيش فرحه شفت ليكول شفت التيزان كي داير داكشي كان المهم واخا ما بانش ولكن كنت لي زايماك وداكشي اللي كان شي حاجه بزاف. المهم شديت بلاصه في بيسين الاول نتاع جويه ديك الساعه. من بعد ملي جيت ليكول كنت طبات لحقاش كانت ب 360 دوغري ديك الساعه كانت صال دي طونط عامره كان البيار كان لي زايماك كان شي حاجه طلعت يعني في شحال كنت جيت في رمضان كنت جيت في جويه لقيت مدرسه طلعت عاوتاني كان فيها كلاستر بوحدو هو اللي مصاوب وقال لك الدوزيام ايطاج باقي ما تصاوب. من بعد ملي جيت لقيت كلشي مصاوب. ملي دخلت بجيت كنتعلم لقيت راسي انني افونسيت مع الدراري الحمد لله تقبلت وجيت دابا كنقرا اللي جو مو سون اليز وكنقرا على راحتي وكلشي طوب. دوزت التشيكين ديالي عادي دوزت البيسين بخير وحنا غاديين بخير هاد الساعه. دوزت واحد الشهر ديال لابيسين اللي هي كانت حقيقه انوبليابل. مي جي اتي ادميز Et je suis venue passer le check-in, etc., etc., pour me retrouver dans le mois de la piscine. Le meilleur mois de ma vie. Le mois le plus stressant, mais le plus formidable. Indulge in a memorable experience this summer. Test one of the 1,337 school pools for an unforgettable discovery experience of coding that will remain firmly in your memory forever. Sign up now on www.1337.ma.